بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده نزلت فيديو على حلم فالنتينو بيريز في السوبر الاوروبي وان هو نفسه يعمل بطوله السوبر الاوروبي دي من زمان. هسيب لك الفيديو ممكن تطلع تتفرج عليه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب معلش، او ممكن كمان تعمل تعليق على الفيديو ايجابي او سلبي على حسب راي حضرتك. هنتكلم النهارده على ردود الافعال اللي حصلت بعد اعلان فالنتينو بيريز تاسيس دوري السوبر الاوروبي او بطوله السوبر الاوروبي. دوري او كاس ما حدش لحد دلوقتي يعرف التفاصيل الكامله، لان الموضوع لحد دلوقتي هو اعلان من فالنتينو بيريز. بيريز هيطلع بعد ساعتين يوضح شويه تفاصيل، لان الموجه عليت زياده على فالنتينو بيريز والموضوع بقى صعب جدا مع بيريز التعامل معاه باعلان زي الاعلان اللي هو اعلنه اول امبارح. لازم يطلع يتكلم على تفاصيل، يطلع يتكلم على مواعيد، يطلع دلوقتي يقول حاجه من الاثنين: هكمل في اعلان الحرب والانقلاب على الويفا، ولا هكش وهبدا اتراجع من تهديدات الويفا. لان الويفا كانت واضحه جدا وكانت صارمه جدا، ودي حاجه جديده بصراحه بنشوفها في الاتحاد الاوروبي، ان هو يا جماعه عايزين تنفصلوا تمام انفصلوا، العاب بطولتكم دي براحتكم، بس اللعيبه اللي هتكون موجوده في البطوله دي ملهاش حق ان هي تشارك في بطوله كاس عالم، ملهاش حق ان هي تشارك في كاس اوروبيه. موافق يا اتحاد الدولي؟ احنا موافقين، احنا معاك، وان البطوله دي ما ينفعش ان هي تكون خارج مظله الاتحاد الاوروبي او تكون خارج مظله الاتحاد الدولي لكره القدم. قالوا بس كده؟ ده اللي عندكم؟ قالوا لا استنوا، انتم مش لسه موجودين في البطوله بتاعتنا دوري ابطال اوروبا؟ هيتم اقصائكم فيها من دول اربعه: سيتي، تشيلسي، ريال مدريد. هيتم اقصائكم من البطوله وتتويج باريس سان جيرمان بالبطوله يوم الجمعه لو ما عملتوش اللي احنا عايزينه، وهو ان انتوا تتراجعوا عن البطوله. غير كده هنطلب من الاتحادات بتاعتكم ان هي يتم اقصائكم من الدورات المحليه بتاعتكم، وبضغط الجمهور اللي عليكم واللي على ادارتكم ان هم رافضين البطوله تحت الشعار الثاني اللي الويفا بيصدره للاعلام وبدا يتكلم عليه، وهي فكره التنافسيه، وان اللي بيعملوا الانديه دي بيخلقوا حاجز كبير جدا ما بينهم وما بين رياضه كره القدم اللي احنا متعودين عليها، والتاريخ وكره القدم من الفقراء، وكلام بتاع يورجن كلوب النهارده على حته ان انا ممتع ان انا اشوف ويست هام موجود في دوري ابطال اوروبا، حاجه كويسه جدا. اما الكلام عن ان طبعا تم اقاله جوزيه مورينيو، لان مورينيو رفض فكره ان هو يدرب توتنهام في السوبر الاوروبي، الموضوع صعب جدا. توتنهام طلع قال الكلام ده الصبح وقال القصه ملهاش علاقه اطلاقا بموافقه مورينيو او رفضه، القصه قصه نتائج. طب ما بيب جوارديولا رافض الناحيه الثانيه في السيتي، ويورجن كلوب رافض، والموضوع في يونايتد برضه واضح ان سولشاير رافض، بس سولشاير راجل طيب مش هيقدر ان هو يطلع يتكلم ويطلع يخلق مشكله بينهم وبين الاداره. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الانديه رافضه كجماهيريا، الجماهير بتاعتها رافضه المشاركه في البطوله دي، والاتحادات بتاعتها رافضه المشاركه في البطوله دي، ودلوقتي كل الفكره كلها قصه اموال وقصه عوائد بيتكلم فيها فالنتينو بيريز. طب ما هو اللي بيحصل ناحيه ثانيه من الويفا قصه اموال، وهم ان هم معترضين ان مش هيكون لهم نصيب من الكعكه اللي بيريز حطها قدام الكوكب كله. 5 مليار 400 مبلغ مقارب ل 400 مليون دولار كل فريق مشارك في البطوله هياخده، فالويفا حس ان والله طب ما تدونا حاجه من اللي انتوا شغالين بيها ده يا جماعه، ما ينفعش كده. في هنا ويفا بينظم بطولات، ادونا يا جماعه اي حاجه، احنا عاملين دوري امم اوروبا عشان خاطر نلم فلوس، مفكر نعمل بطوله المؤسس ونلم فيها الفرق اللي ما بتصعدش، يوروبا ليج او دوري ابطال ويلعبوا مع بعض علشان خاطر برضو نلم فلوس. يا جماعه احنا شويه تاني وهنشحت للانديه علشان خاطر ناخد منهم اللي في جيوبهم، وانتوا رايحين تعملوا بطوله ب 5 مليار مش عايزين تدونا اي حاجه، ايه الافتراء اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب بصوا بقى، احنا هنطلعكم من دورياتكم ومش هنخليكم تلعبوا دوري ابطال اوروبا تاني، واعملوا اللي انتوا عايزينه، عايزين تلعبوا بطوله العبوا، بس انتوا مش هتكونوا موجودين تحت مظله الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي مش كره قدم بس، احنا سياسيه يا باشا. قول لهم يا وزير رياضه في اسبانيا، الراجل طلع قال ان احنا رافضين البطوله وان احنا هنحاول ان احنا ننسق الامور ما بين ريال مدريد والاتحاد الاوروبي لكره القدم للتهدئه. قول لهم يا بوريس جونسون، بوريس جونسون قال لك احنا رافضين تماما فكره ان الانديه تتخلى عن الميثاق الرياضي واهم بطوله في انجلترا وكره القدم للفقراء وللناس محبيه قامت مباريات السوبر الاوروبي في انجلترا. شفتوا يا جماعه ان القصه مش قصه رياضه بس، حبيتوا تتكلموا كرياضه وكارباح وكعوائد للفرق. قلنا لكم حاجه مهمه، اوعى تنسى الفضايح اللي حصلت في الاتحاد الدولي لكره القدم والفضايح والكوارث الماليه اللي كانت معموله والاختلاسات الكتير. وانت دلوقتي جاي تتكلم على بطوله هيكون رئيسها رئيس نادي ريال مدريد فالنتينو بيريز، هو واندريا نيلي وادورد وال11 وال12 فريق اللي هيكونوا موجودين، هيكون مجالس ادارتهم لكل واحد فيهم موجود كمنظمين على البطوله. طب الفلوس دي هتروح لمين وهتروح فين، وايه المصدر النهائي اللي هتروح فيه ال5 مليار دي؟ الموضوع كله موضوع اموال بحت، بس للاسف الشديد في الحياه كلها بتلاقي كل واحد عنده دافع خاص بيه، وبيرسم لك القصه كلها على الدافع الواحد اللي الناس هتقف وراه، والدافع الواحد اللي الناس هتقف وراه ان كره القدم للفقراء بيحاولوا يسرقوها الاغنياء، وده النمط اللي ماشي عليه من امبارح، وفكره ان هم التنافسيه والتعدديه وبلا بلا 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 بلا، القصه كلها قصه فلوس. فهمت القصه يا عزيزي؟ الموضوع سهل جدا بسيط.
اتمنى اكون وصلت لكم ردود الافعال كلها. كلهم بيتكلموا في حاجات عكس بعض، بس في الاول وفي الاخر الويفا والاتحاد دولي لكره القدم مش كده حاجه واحده بس. الفلوس اللي البطوله دي هتخش ما ينفعش تاخدوها كلها لوحدكم. انت لعمك ارمت اي حاجه 100 هنا 100 هنا، اظبط لك البطوله وتبقى بالشعارات بتاعتي وكمان بالرعاه بتوعي، بس انت تؤمر بس.